نبدأ في الانترميديت ماشين ليرنينج. تمام، بعد ما نخلصها ان شاء الله بنروح على الباندا كيف نلعب في البيانات، وبعديها بنروح على الديب ليرنينج. خلينا في الانترميديت بدنا ناخذ شغلات introduction. بدنا نشوف كيف نتعامل مع البيانات. نتعامل مع ثلاث شغلات: missing values، تمام، والcategorical variables. بدنا نشوف كيف نستخدم pipeline في الاسكيلر. هذه بتوفر علي كتير شغل وبتخلي الكود يعني ستايلش، تمام. وبدنا نشوف موضوع الكروس فاليديشن. تمام، احنا اخذنا قبل انه اقسم البيانات للترين وتيست، لكن بدنا نشوف الطريقة هذه في التيست طريقة مختلفة، وبدنا نشوف متى نستخدمها وبعديها كيف ممكن احسن النتائج واستخدم حاجة اسمها البوستنج. انه هنا بقدر انه من خلالها احسن النتائج لو انا كنت معني في تحسين النتائج. اخر حاجة بدنا نحكيها في الانترميديت انه انا بدي اتجنب حاجة اسمها الليكج، سواء كان تسرب في البيانات او تسرب في انه انا اتجنب انه يصير في معايا اوفر فيتنج. تمام، فبدنا نشوف كيف هاي الشغلة انه انا يعني ممكن انخدع انه انا اجيب سكور كتير عالي، تمام، بس بعد هيك بعد ما نزلوا الخدمة بيكون أداؤه سيء. فخلينا نبدأ في أول حاجة عشان نعمل warm up. تمام، بدك هنا تعمل submit، اعتقد انه هنا في النهاية في submit. ال house price data set، تمام، عامل موديل واحد، موديل اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ايش مستخدم؟ هذا كلام انت ممكن تعمله في لوب. هنا random forest regressor بمرابيترز مختلفة، مرة 50 للنمبر اوف استيميتور، 100 200 300، وهنا راجع 100 مرة تانية، بس هنا مغير في باراميتر تانية. هنا مغير الكريتيريون، هنا مغير المين سامبل سبليت، وهنا مغير الماكس ديبث، فبالتالي باراميترز مختلفة. حط المودلز هدول في ليست، تمام، والمودلز هدول بدي اعملهم ايفالويشن، راح لف عليهم زي هيك، تمام، وطالب مني هنا احدد مين هو البيست موديل. هذه طريقة في الماشين ليرنينج ان احنا نشوف كيف بدنا نجيب افضل موديل. تمام، فخلينا نشوف هنا من البدايه. هاي بتشغل السيت اب، تمام، وهنا بنشغل اول سيل اللي احنا فيها بنحمل البيانات. لما عندي الفول داتا سيت والتست سيت لوحدها محطوطة، تمام، حددت الواي، حددت الفيتشرز اللي انا بدي اشتغل عليهم اللي هي المساحة وسنة البناء والفيرست فلور والسكند فلور والباثروم والبيدروم والتوتال ار ام اس. اعتقد هذه الشغلة لها علاقة بالحديقة، تمام. وهنا قسمنا البيانات لترين وفاليديشن.
بنشوف هيد من البيانات اول خمسة، نيجي هدول المودلز تمام. هذه عبارة عن utility function، ايش بتسوي؟ اسمها score model. ايش بديها؟ بديها المودل والبيانات. شو بتعمل؟ بتعمل fit train، بعدها بتعمل predict، وهنا بتحسب الايرور. يبقى هنا بتعمل train، وهنا بتعمل predict، وهنا بتعمل compute الايرور. فكانت اليوتيليتي فانكشن بتسوي ثلاث شغلات، الترين وبريدكت، وبنحسب هنا الايرور. الايرور هنا حكينا انه مين ابسولوت ايرور، لانه البروبلم هي عباره عن ريجريشن بروبلم. التارجت انا عندي عباره عن البرايس، هذا عباره عن لوب. بروح بلف على المودلز، وايش بسوي؟ بروح بنادي هاي الداله تمام. فبروح بحكي انه الموديل الاول ايش المين ابسولوت ايرور تبعه بهذا الشكل، فبالتالي حيطلع لي نتائج موديل 1 2 3 وهكذا. فخلينا نشغلها، فطلع لي انه الخمسه موديلز 24 23 7 23 5 23 9 23 7 افضل واحد قديش؟ 23 5 اللي هو موديل 3 تمام. فبالتالي البيست موديل انا عندي بقدر اقول انه هو عباره عن موديل 3 زي هيك. بعمل تشيك للانسر تمام. فبالتالي هذه طريقه انه انت ممكن تستخدمها. المره الجايه ان شاء الله ممكن يكون في عندنا كودينج، انه احنا ندخل الكومبيتيشن سوا وناخذ الجوريثم، ناخذ كل البارامترز، نعمل لوب، نطلع ايش البيست بارامترز لهذا الالجوريثم، بعدها ناخذ الجوريثم ثاني، بعدها ناخذ الجوريثم ثالث، ونشوف ايش هو البيست موديل، ونسلم النتائج باستخدام البيست موديل، نشوف قديش بيطلع معنا تمام. بعد هيك مطلوب انه انا اعمل بريدكشن. هذا الكلام انا ايش عملته؟ نعم. لا مشكله لانه اصلا انا عندي هنا، يعني هو اصلا موفر لك سي بي يو وجي بي يوز، فبالتالي انه مهمش قديش انه انت بتطور في تريننج للموديل قد ما انه انت بتجيب اكيرسي، ولكن في عندك تريد اوف للموضوع. يعني بمعنى اخر انه هذا كلام حناخده لقدام شوي، بدنا نشوف السيجنيفيكانس. يعني على سبيل المثال في عندي موديل واحد جبت فيه مثلا 88 تمام، وموديل 2 وهذا خلصته تقريبا في 20 دقيقه، وفي عندي موديل 2 خلصته في 3 ايام وجاب 90، فبالتالي الفرق 2%. هذيك نقدر نشوف انه ال 2% هدول significant ولا مش significant. فبالتالي بدخل فيها عوامل كثيره انه حسب حجم التست داتا سيت. فبالتالي ال 2% هدول ممكن يساووا عباره عن 2 instances، هدول 2 instances يعني ما لهمش وزن. لكن اذا كانت التست سامبل كبيره، فبالتالي ال 2% ممكن يدخل لك انه كان يغلط في 2000 و2000 صار يجيبهم صح، لا بتفرق معايا كثير تمام. فبالتالي اذا كان انه insignificant، فبروح باخذ الموديل ابو 20 دقيقه بدل الموديل ابو 3 ايام. اما اذا كان significant الواحد الامبروفمنت 1% وال2% فبالتالي انه بروح باتجاه الموديل اللي انا، يعني حتى لو استغرقت فيه 3 ايام مش مشكله. فالمهم انه significant الامبروفمنت هذا 1%. اما اذا انت حصلت قفزات في الايرور، يعني انت كنت مثلا 88 حصلت 96، لا هذه قفزه. فبالتالي الموضوع يعني مش موضوع 1% و2% نحسب انه هو سيجنيفيكانت او لا. فبالتالي لا، بطبيعه الحال انه الموديل اللي بيحصل لك يعني قفزه كبيره اللي بدنا هو اللي بدنا نروح باتجاهه، حتى لو استغرقت فيه وقت طويل جدا. طيب هجيت هنا في الكود تبعي فوق، لو طلعنا
انه هنا الاكس فول وانا عندي هنا الاكس تيست، تمام؟ فبالتالي الاكس تيست هيها جاهزة، اخذنا منها يعني انه حددنا الفيتشرز اللي بدنا نشتغل عليهم، هدول الخمسة فيتشرز، تمام؟ واخذنا منها نسخة، فبالتالي هي اللي بدي اعملها بريدكشن، هنا بدي استخدمها في البريدكشن. عفوا، في الاول بدنا نحدد مين هو الموديل. الموديل اللي هو موديل 3. الموديل 3 بس مجرد ان انا بروح باخذ بنسخ الكود زي هيك بس، لانه بدي ارجع اعرفه من اول وجديد واعمل ترين، ارجع ابنيه مره ثانيه زي هيك. واعمل تشيك، تمام. حقيت هذا الماي موديل ايش سوى؟ راح عمل ترين للفول داتا، وهذا الكلام نرجع بنكرره مره ثانيه. انه انت بعد ما تقسم البيانات لترين وتست وتحدد البيست باراميترز والبيست موديل، بدي استفيد من كل انستانس انا موجود انا عندي في البيانات. بعد ما كان التست انا عندي انبيست، انه خلاص انه انت عملت ترين والتست انت يعني ما مسكتهاش خالص، وعملت ايفالويشن شفت انه اقل ايرور على التست كان باستخدام هذا الموديل وهذا الباراميتر، ساعتها بدك تعمل ريبيلد للموديل هذا باستخدام الالجوريثم البيست الجوريثم والبيست باراميتر مره ثانيه على الفول داتا سيت. السبب في ذلك انه انت بدك تستفيد من كل فتفوته في البيانات ان صح التعبير، تمام؟ فعشان هيك انا عملنا هنا فيت مش للاكس ترين والواي ترين، فيت للاكس والواي الفول داتا سيت، تمام؟ وهنا بعمل بريدكشن للتست، تمام؟ وهنا بيطلع لي النتيجه تبعت السبمشن، بكتبها على فايل، وساعتها انه بقدر ان انا اسلم النتائج. فخلينا نشغل هاي، يعني هذا الكلام قريب جدا من الكومبيتيشن او الواجب اللي كان موجود عندكم. بعد هيك ممكن نعمل كوميت، ليش ليجان؟ نعمل تريننج على الفول داتا سيت. لانه انت عملت تيست بشكل منفصل، يعني انت قسمتهم في البدايه وحددت مين هو البيست الجوريثم والبيست باراميتر، فبالتالي ممكن ترجع تبنيه على الفول داتا سيت. طريقه متبعه يعني في الماشين ليرنينج. مستخدمه. كروس فاليديشن حنحكي عليها اليوم اذا لحقنا. الكروس فاليديشن يعني خلينا اقول لك بشكل سريع، اجاوبك بشكل سريع. اذا كانت الداتا سيت عندك كبيره، بدك تروح باتجاه تقسم ثلاث تقسيمات، ترين فاليديشن تيست. اما اذا كانت التيست اذا كانت الداتا سيت نفسها صغيره، تمام، فبالتالي انت احتمال انه انت تدخل في منطقه الاوفر فيتنج كبير، الاحتمال كبير ان انت تدخل في منطقه الاوفر فيتنج. ليش؟ لان البيانات صغيره، ان انت بتكون دربت على جزء، باي تشانس ان انت التست بارت هذا بيكون اصلا الموديل بيجي فيه يعني بريدكشن كثير عاليه، باي تشانس احتمال كبير. لكن لما يكون التست بارت اصلا كبير، يعني اصلا التست بارت اصلا هو في حد ذاته 10,000، احتمال يصير اوفر فيتنج على ال 10,000 هذول ضئيل جدا. فبالتالي بنقدر نقول انه الكروس فاليديشن بتجه باتجاه الكروس فاليديشن لما تكون الداتا سيت صغيره، فبالتالي بعمل ترين وتست على كل الداتا على كل الداتا سيت، فبالتالي بضمن انه المين ابسولوت ايرور قسناه على كل الداتا سيت. بقدر اقول انه الموديل شغال تمام ولا لا، انه باي تشانس على بعض السامبل اللي تم اختيارها في التست انه بيجيب نتائج كويسه والبعض الثاني لا. فبالتالي انه بعمل لك فاليديشن فعليا للموديل تبعك على سمول داتا سيت. وفعليا انه احنا في الداتا ساينس ممكن نواجه بعض الدومينز انه فيها سمول داتا سيت، فبالتالي بروح باتجاه الكروس فاليديشن. يعني انا في عندي شركه ستارت اب بقول انه هي البيانات اللي موجوده عندي، يعني كلهم البيانات كلهم عباره عن 2000 انستانس. بدك تدبر راسك، بدك تشتغل فيه، بدك تعمل له بروتوتايب، بدك تعمل له بروتوتايب وتفحصه شغال كويس ولا لا. افضل طريقه كروس فاليديشن. اما اذا كان في عندك شركه
وعندها 100,000 انستانس. لا الكروس فاليديشن مش مجدي، بياخد وقت كتير، بنفضلوش. ممكن تعمله مش غلط، لكن بنفضلوش لانه بياخد وقت، وفي نفس الوقت انه احتمال انه التست بارت اللي انت راح تختاره انه يصير فيه اوفر فيتنج ضئيل جدا. فبالتالي بنروح بطريقة تقسيم ثلاث تقسيمات: ترين، فاليديشن، تيست. طيب نرجع هنا بعد ما خلصنا على نفس الكومبيتيشن، بظهر انا عندي زر السبميت هنا. بعد ما كتبت السبميشن حددت ايش هو البيست موديل، بعمل سبميت هنا للنتائج واعمل سبميت. يعني ما تقلقش من هذا الموضوع، تمام، بغض النظر عن مكانك في الليدر بورد. وكمان مش اشكالية حط اه، وبدي احط بابليك كمان. الشاشة ايش؟ السبميت هاجي تورجيك اياها هنا تحت. هنا تحت انه احنا كتبنا نتائج، هاي هذا الكود، هذا الكود ان احنا عملنا بريدكشن على التست، والتست هذا رحنا كتبناه في فايل تو سي اس بي، سبميشن تو سي اس بي. هذا هو بروح باخده في عند الفاليديشن، في عنده الترو تبعه، الواي ترو تبعه، وهو بروح بقارنه بحسب الايرور وبحسب لك السكور. فهي زر السبميت هنا بالضبط. تمام؟ هجيت ممكن الكومبيتيشن هاي ترجع لها وترجع تعمل سبميت وتشوف وتحسن الموقع تبعك بعد ما نخلص الانترميديت ماشين ليرنينج. فبدنا نشوف كيف بدنا، يعني اول مشكله انا عندي الميسنج فاليو، بدنا نشوف كيف بدنا نتعاملها. خلينا نروح بعد ما خلصنا هذا الاكسرسايز، كان مشابه كتير ل بالضبط، نروح على الميسنج فاليو. وهنا بدك تفتح عينيك وأدنيك وعقلك وقلبك. الميسنج فاليو موجودة كتير ولا لا؟ موجودة كتير. شو بتعني؟ مش موجودة. يعني أنا على سبيل المثال في عندي معلومات بيت، تمام؟ في عندي مثلا إنه هو موجود في المكان الفلاني بس مساحته مش موجودة، أو قديش عدد الغرف اللي فيه مش موجودة، أو كم حمام فيه مش موجودة. وارد جدا إنه أنا تكون في عندي بيانات في العقارات، وهذا الإشي وارد جدا لأنه مكتب العقارات اللي بده يعني انه يدي لك الداتا اللي موجوده عنده حيدي لك رو داتا، والرو داتا في الريال وورد يعني حاجه ايش؟ حاجه يعني نويزي خالص، او مش عارف كيف اوصف لك اياها، يعني انه كتير مش كلين بالمره. بدك تشتغل عليها وتنظفها وتعالج الميسنج داتا فيها، وبدك تقضي وقت معاها لانه اكتر وقت انت تقضيه في استكشاف البيانات. بناء الموديل ما بياخدش 20 دقيقة، سطرين two lines of code، predict، evaluate وخلاص انتهى الموضوع. اما الاول بدك تاخد فيه وقت كتير. طيب فبالتالي هي مثال اول على missing value، انه يعني معلومات البيت انه ممكن تكون مش موجودة بهذا الشكل. او في عندي احتمال تاني، احنا شفنا في الكاندل المرة اللي فاتت انه في سيرفي كان، وفي السيرفي على سبيل المثال ممكن انه هو يسألك لانه انت قديش الانكم تبعك. في حدا بيسيب يعني في ناس كتير بتسيب هذا الفيلد فاضي، فضلش يحكي شو الانكم تبعه حتى لو كان السيرفي هذا انونيموس، يعني انت مش كاتب اسمك ولا كاتب الشغلات هذه كلها. فبالتالي في ناس كتير ما بتفضل تحكي شغلات خاصة مثل الانكم، فبالتالي انه بضله فاضي مش متوفر. فكيف بدي اعالج هذه الشغلة؟ اول طريقة للمعالجة هي انه احنا نعمل دروب للكولوم اللي فيه missing value. يعني على سبيل المثال في انا عندي two attributes
في انا عندي البيد البيد رومز يعني كم غرفه والباث روم. في البيد روم في انا عندي هنا نام نوت نمبر نوت افيلبل عادي فيش مش موجوده. فبالتالي نعمل دروب لهذا العمود كله. فبالتالي بتصير بتصفى الداتا ست تبعتي انه بالضبط هكذا. هذا الاسلوب متى محبذ ان انا استخدمه؟ لما يكون في الاتريبيوت هذا كثير ميسنج فاليو. فبالتالي زي قلته. فبالتالي انه يعني حتى لو اخترت انت بعد هيك انه انت تعمل له ريبليس بالمين انت فيش عندك يعني بيانات كثيره تاخذ منها مين. فبالتالي بتعمل له دروب وبتريح راسك. اما يعني اذا كان 20% مثلا انه في ميسنج فاليو في هذا الاتريبيوت بتروح تعمل دروب تخسر هذا الاتريبيوت معلومه مهمه عشان بس 20% او بس عشان one instance في missing value في هذا الاتريبيوت. فبالتالي الافضل انه نروح باتجاه خيار ثاني. تمام واضح الخيار الاول. الخيار الثاني انه احنا نعمل هنا خيار ثاني في الدروب خليني احكي لكم اياه يعني بما انه هو مش موجود هنا. فبالتالي هنا بتصير انا عندي في الكود في الباندا كيف بعمل دروب للميسنج؟ ايش الميثود؟ دروب اني. فبالتالي لو حطيت الاكسس واحد شو راح يعمل؟ للعمود. اكسس زيرو للصف. فبالتالي هنا انا عندي 1 2 3 4 صفوف. لو حطيت دروب ان اي اكسس بتساوي 0 معنى ذلك انه حتصف البيانات انا عندي نفس هذا الجدول بس بدون الصف الاخير. فبالتالي هذا برضه خيار يعني انه يعني يحبب اكثر من الدروب للكولوم. لو كانت انت عندك الميسنج قليله وبتكش توجع راسك انه انت تعملها ريبليس بالمين. يعني على سبيل المثال لو انا عندي داتا سيت فيها 7000 وفي عندي 3 انستانسز فيهم ميسنج فاليو محرزانه يعني هدول الثلاثه انستانسز خلص اعمل دروب للصفوف هدول الثلاثه وبتريح راسك. تمام. الخيار الثاني ان احنا نعمل امبيوتيشن. نعم 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 ماشي. ما انا الموديل تبعي بيعتمدش على اليوزر هذا، هو بياخذ الباترن من كل اليوزر، واكيد في يوزر مشابه له. انا بحكي لك انا عندي مثال انه 7000 وفي بس 2 انستنسز فيهم ميسنج. فخلاص يعني فيش داعي انه انت بتكش توجع راسك بالريبليس او تعمل امبيوتيشن، فبتعمل دروب لهدول ال 2 انستنسز من ال 7000، فبصير عندك 6098 6000. كيف؟ من 7000 حقيت اليوزر هذا في شيء حدا بيشبهه؟ انت متمسك فيه لهالدرجه انه في شيء حدا بيشبهه؟ متمسك فيه. فبالتالي هو في حد ذاته اوتلاير وفي عندك الجوريزمز حساسه للاوتلايرز وممكن انه انت تشوف الاوتلايرز تحددها وتشيلها. فعشان هيك انت اللي بتحدد انه الانسب بالنسبه لك انه انت تعمل دروب للرو ولا انه انت تعمل انفيتيشن له. الامبيوتيشن مفهوم الامبيوتيشن ببساطه ان احنا نعمل فيل للميسنج فاليو. تمام بسم نمبر. النمبر هذا على سبيل المثال ممكن يكون المين. فبالتالي انا عندي هنا هذا
هدول هي عندك واحد اثنين ثلاثة قديش مجموعهم؟ ستة على ثلاثة بطلع انت عندك المتوسط اثنين، فبالتالي هاي مفهوم الانفيتيشن ببساطة. في طرق يعني في شغلات تانية غير الميل؟ في الايش؟ شو هو؟ راندوم فاليو، ممكن برضه وارد وارد جدا. في انت عندك المود القيمة الاكثر تكرارا، نعم. يعني انا عندي يعني عندي سجل، وسجل البيان تبع الانكم هنا مفقود، قديش بده يكون الانكم تبعه؟ بتاخذ المتوسط تبع الانكم وبتحطه لي زين. صحيح حكيتها تأثير هاي الشغلة، انت بتفتحي مجال السؤال انه تأثير هذه الشغلة انه هل منطقي ان انا احط المتوسط ولا لا؟ فبايش بصير؟ بصير احنا بنقيس المين ابسولوت ايرور قبل الريبليس وبعد، ساعتها بقول انه والله المين استبدل بالمين اشي مجدي، او استبدل بالمود القيمة الاكثر تكرارا او شيوعا اشي مجدي. اما اذا كان جاب لي نتائج اسوأ فبيكون لا مش منطقي انه انا اروح اخذ المتوسط تبع الانكم. يعني انا واحد اخترت واحد من عامة الشعب، ممكن يكون حظي كتير كويس تمام، وانه يكون هو من الطبقة المتوسطة ويكون دخله اللي هو عبارة عن متوسط الدخل تبع البوبوليشن تبعتي، او ممكن يكون حظي سيء ويكون الكلاس تبعه مختلف انه الانكم تبعه عالي، فبالتالي انت لما تحط له المتوسط لا بيعكر على النتائج انت عندك بشكل كبير. فهذا الكلام بقدرش انا اجزم، مين اللي بيجزم؟ مين ابسوليوت ايرور او الايرور، انه نحسب الايرور هنا ونحسب الايرور هنا. صورة عامة الكود اللي هو لما بيجي مش قبل فرضا في كثير عندنا كود زي ما اشتغل كونسل فلو او ايش ثاني، كيف لما بلاقي قيمه الديفولت اكشن تبعه الديفولت انت عندك الديفولت انت عندك المين نعم قبل وبعد تنش قبل ايش بعمل انت في عندك بعض الالجوريثمز حساسه للميسنج فاليو، فبالتالي هذه لازم تعمل دروب للرو لا تتعاملش مع انستانسز ميسنج فاليو، فبالتالي بدك تضطر تعملها دروب. ايش بتسوي يعني قبل ما تعمل ترين؟ قبل ما تعمل ترين بتعمل دروب للانستانسز اللي فيها ميسنج فاليو، بدك تخسرها بيطلع لك ايرور. نعم. وفي الالجوريثم ايش بتعمل؟ بس بتعمل لحال مثلا ميوتيشن؟ لا انه تقدر تتعامل مع الميسنج فاليو انه الموضوع انه بالنسبه لها مش كثير حساس زي كانه هي بتتجاهلها خالص يعني. في الديسيجن تري تحديدا، ديسيجن تري احنا ذكرنا انه كم امبلمنتيشن عندي؟ عندك الاي دي 3 C4.5، في عندك السي 5، وفي عندك الراندوم فورست تمام؟ كل واحد منهم يعني عندك الاي دي 3 حساس جدا، اول الجوريثم هذا طلع في 86 وكان حساس جدا للميسنج فاليو تمام؟ بقدرش انه هو يتعامل معاه. السي 5 كان في عنده القدره انه يتعامل مع الميسنج فاليو تمام، فبالتالي انه عند الاتريبيوت هذا اللي بيعمل سبليت فبالتالي انه هو بروح بتجاهله تماما زي كانه مش موجود، زي كانه انت عملت له دروب من البدايه بس انه ريحك من القصه هذه انه انت ما تعملوش دروب يعني. بس ما بنصير اول حتى انه لو كان الميسنج فاليو هنا في مشابهه زبائن ثاني او ناس ثانيه بتطلب تكون نفس الحاله ان شاء الله. نعم. قبل ما اعرف الميسنج فاليو في اللي هي مقوله مثلا انه هذا مش بحاله مقابل ممكن يعني اقول انه مثلا انه اجيب الانستانسز المشابهه تمام واشوف ايش المتوسط تبعهم واجي انه احط المتوسط، هذا ممكن اسلوب ممشي الحال. نعم. حاجات الميسنج فاليو يا اما بتكون انه الاشاره تبعتها يا اما علامه استفهام يا اما نان نوت نمبر، هذه الشغله. والشغله الثانيه الباندا بتتعامل معاها انه الفاليو بتكون نل nothing، فبالتالي انت عندك في الباندا هذا السطر احنا كتبناه سابقا اللي هو الداتا فريم دوت
is null dot sum بروح بجيب لك اياهم كلهم وحنشوفها في الاكسرسايز الان وبجيب لك انه هذا الاتريبيوت في 5 missing value وهذا الاتريبيوت في 20 missing value زي هيك طيب في طريقه ثانيه في الامبيوتيشن اكستنشن الامبيوتيشن ايش هي ان انا بروح ببساطه بعملش ريبليس بس بحط معلومه انه الفاليو هنا مش موجوده فبالتالي بصير انا عندي زي هيك بدي اضطر اضيف اتريبيوت جديد تمام زي هيك بروح بستبدله بالمين بس بضيف معلومه اضافيه انه واز ميسنج هنا بكون ترو والباقي بكون فولس كمان مره هنا هذه الفاليو ميسنج رحت استبدلتها بالمين بس ما اكتفيتش بهذا الكلام بس عملت اكستنشن انه انا ضفت اتريبيوت اضافي بضيف معلومه انه هذه كانت ميسنج زي هيك فبالتالي الالجوريثم او الموديل ماشين ليرنينج موديل لوحده بتعلم انه هذه ميسنج فبالتالي انه ممكن يديها ويت اكثر ممكن يديها ويت اقل لحاله يفترض انه يتعلم الشغله هذه تمام صحيح ما هو هذا الكلام انا يعني بقول لك ايش افضل ميثود بقدرش اجزم مين اللي بيقول لي الايرور بنطلع المتريك تبع هاي والمتريك تبع هاي والمتريك تبع هاي وبنقارن تمام نيجي الان ل اكزامبل كيف نعمل هذا الكلام ككود احنا فهمناه ككونسبت تمام بدنا نشوف كيف نعمله ككود الكونسبت واضح لدى الجميع واضح يا جماعه صحيح نفس التعامل بينفع بدك تحط المود الاكثر تكرارا تمام يعني انت على سبيل المثال انت عندك يس ونو او بوزيتيف ونيجاتيف عندك 70% بوزيتيف و30% نيجاتيف فبالتالي انه الاكثر تكرار البوزيتيف فبتقول انه هذا ميسنج فبالغالب حيكون الاغلبيه ممكن يكون لكن اذا كان انت عندك في الكلاس ليبل ميسنج يفضل ان انت تعمل دروب على مستوى الروز بناء على عددها هجيت على سبيل المثال انت عندك 7000 و 3000 فيها ميسنج تعمل دروب للروز تخسر نص البيانات فبالتالي ممكن احنا نطبق ريبليسمنت والايرور هو بيحدد لي انه ريبليسمنت مجدي ولا لا ممكن الريبليسمنت هنا في نص البيانات نص السجلات انه لا بيخرب فبالتالي انه انا بدي اضطر اني اعملهم دروب زي هيك طيب نشوف الكود هاي قرأنا البيانات read CSV حددنا ال Y وحددنا قبل ما نحدد الاكس هنا ايش بنعمل؟ نعمل دروب للواي ليش؟ لانه احنا حطيناها هي لوحدها تمام؟ يبقى الداتا دروب للبرايس اتريبيوت هي اكسس بتساوي 1 خلي بالك الفرق بين دروب ودروب اني دروب تعمل دروب لعمود تمام؟ او بتعمل دروب لصف اذا انت اعطيته هنا كونديشن هنا في هذا المنطقة أعطيته كونديشن يعني على سبيل المثال أعمل لي دروب لكل البيوت اللي البيدروم تبعتها أكبر من 2 أكبر من أو تساوي 2 فبتحطها إف ستيتمنت فبالتالي بروح بلف على كل السجلات وين ما في السجل هذا ترو بروح بحذفه تمام فالدروب خلص بتحذف مش زي الدروب أني دروب أني بتحذف فقط في حال الميسنج أما هذا دروب انت بتحدد انه انا حضرت هذا العمود وهنا ليش حكيت انه عمود لانه حطيت اكسس بتساوي 1 طيب هاي شغلة ثانية هنا بدنا نحدد الاكس هنا الراندوم فورست يعني بالمناسبة اذا احنا بنستخدم راندوم فورست هنا
اكيد احنا بنستخدمها. بتقدرش تتعامل مع ال categorical attributes. categorical attributes التايب تبعها عادة بيكون object، هي بتكون كسترينج، تمام؟ فكيف بدنا نستثنيها؟ فبحكي اسم الداتا سيت دوت سيلكت دي تايب. هذا كلام انا حاولت ان انا اعمله المره الماضيه في فور لوب وما زبطتش معايا، وحددتهم بشكل يدوي، حطيتهم في ليست وعملتهم زي هيك. فكيف تستثنيهم في جمله واحده؟ بتقول انه سيلكت دي تايب وبتقول له اكسكلود بتساوي ايش التايب تبعي اللي هو اوبجكت. لو انت بدك تستثني كل الفلوت بتحط هنا في هذا المكان فلوت او فلوت 64 او انت 64، تمام؟ لكن احنا بدنا نستني كل الكاتيجوري اوبجكتس، بس بدنا نخلي النيوميريك اتريبيوتس نسويها بالخطوه هاي. كيف؟ لانه في عندك بعض الالجوريثمز تقدر تتعامل مع الكاتيجوريكال اتريبيوت، بس هنا الراندوم فورست تقدرش تتعامل معاها، فبالتالي انه لسه احنا ما خدناش الانكودينج. هذه الحل تبعها ان احنا نعملها انكودينج، نحولها لارقام. يعني بصير يعني انت مثلا عندك في ميل وفي ميل، بدل ما مثلا اف وام بتصير 0 و1 زيها. اللي هو بيعمل اوبجكت هذا النوع بس. بالضبط. بما في ذلك السترينج. بما في ذلك السترينج، فحيستثني. فعشان احنا لسه ما اخذناش الانكودينج، فهلقيت طريقه التعامل معها انه استثنيها، خلاص. لانه التركيز تبعنا على ايش؟ ريبليس للميسك. نعم. هاي قسمنا البيانات بهذا الشكل. نيجي الان انه بدنا نعرف فانكشن، يوتيليتي فانكشن اسمها سكور داتا سيت. ايش بديها؟ هيها بديها البيانات. ايش بترجع لي؟ بترجع لي المين ابسوليوت ايرور، تمام؟ يبقى بديها للترين والفاليديشن، بتروح بتعرف لي هنا راندوم فورست، تعمل فيت ترين، تعمل بريدكت، تحسب الايرور وبترجع لي. طيب نشوف الاسلوب الاول. ليش انا عملت هذا اليوتيليتي فانكشن؟ عشان ما اقدرش اكرر هذا الكود كل مره، خلص بروح بنادي هذه الفانكشن، بدي لها البيانات قبل الميسنج، وكمان مره بديها البيانات بعد الميسنج، بترجع لي المين ابسولوت ايرور قبل والمين ابسولوت بعد. نيجي نشوف الاسلوب الاول، ان احنا نعمل دروب للكولوم بالميسنج فاليو. كيف نعمل؟ سطر واحد. فبنروح نقول انه كولوم ود ميسنج بتساوي عباره عن ليست، ايش بدي اعبي فيها؟ كولوم فور كولوم ان اكس ترين دوت كولومز. وهنا في شرط، اف الاكس ترين اوف الكولوم از نان اني، تمام؟ طيب هجيت الاني عباره عن بيلت ان فانكشن، ايش بترجع؟ بترجع انه لو كان انت عندك اي فاليو ترو بترجع لك ترو. يعني انا عندي هنا صفر 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 صفر، انا بدي اعمل انه صفر وواحد صفر. بالضبط. وهنا حطيت واحد صفر، بما انه انا عندي اني على الاقل فاليو واحده بترجع لي ترو. هذا الكلام انا بدي احطه في ليست، فبترجع لي ترو. متى بترجع لي فولس؟ كلهم كلهم. نعم. لا هذه اول. تمام؟ في المقابل في عندي دالة ثانية اسمها اول. هذه ايش بترجع؟ لازم يكونوا كلهم ترو عشان ترجع ترو. يعني هاي واحد 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 صفر واحد، هذه بترجع فورس، لازم يكونوا كلهم ترو عشان ترجع ترو، تمام؟ فهذه مفيدة كثير. أنا ايش استخدمتها هنا؟ عشان أشوف
بقول له انه هنا الكولوم هذا is null dot any. فبالتالي هنا is null بتروح بترجع لي list بالtrue false. وهنا قلت له is قلت له any is null ايش بترجع؟ true false. بس متى بترجع true؟ اذا كان null. فبالتالي هنا اذا كان اي value انا عندي في الليست مال ترجع انا عندي ترو بالاني بالضبط. معنى ذلك انه باستخدام هذا الشرط انه على الاقل يكون في عندي one missing value في هذا الاتريبيوت بيصير من ضمن الاتريبيوت تحقق عليه الشرط وبيصير من ضمن الميسنج الكولومز with missing attribute with missing value عفوا. تمام يا جماعة؟ طيب هاجي حددناهم وين هم بدنا نعملهم دروب. كيف الدروب؟ ايش بنعطيه هنا؟ هذه عباره عن ليست ايش فيها اسماء الاتريبيوت. هاي اسماء الاتريبيوت اللي بتحتوي على ميسنج فاليو هاي والاكسس بتساوي واحد. عملناها دروب من وين؟ من الترين والفاليد وحسبنا المين ابسولوت ايرور قديش طلع 183,000 بهذا الاسلوب الاول. واضح يا جماعه؟ لازم تكون فيها مشكله بس كيف؟ مش هيكش على النال اللي في البلد شويه بس اللي في ال صح؟ لا هذا الكلام عملنا دروب. لا احنا عملنا دروب لاعمده. الاعمده هذه لازم تعملها دروب في الترين وفي التست. الدروب اللي بيتم في النال في الترين شكرا فول لوب صحيح. لو فقط. صحيح. لو اي فاليو ضلت ماله ما بديش احضرها وين؟ لو الكل تروح عندها عشان تروح وين؟ صحيح. اول شيء جديد او شيء من البدايه على الفندق نفسه. اجيت في البريدكشن مسموح لك انه انت انه تعمل سبلاي ل ل لفاليوز ود يعني ود انستانس ود ميسنج فاليوز. اما في الترين بقول لك لا ما بقدرش ابني الموديل. كيف؟ انا بدي اعمل دروب انا ايه دروب انا ايه الاكسس بتساوي زيرو الاكسس بتساوي واحد خليني اتاكد من هذا الكلام. من الدوكيومنتيشن عمل يضرب للكولومز بدون سيجاري. يعني هذا كلام انه احنا ممكن انه احنا نطبقه. لا بس عارفة ايش المشكلة؟ المشكلة انه هنا لو عملت دروب ان اي اكسس بتساوي واحد ممكن يكون هنا في اعمدة فيها ميسنج فاليو بتختلف على الاعمدة هذه. فعشان هيك انا ثبتت في الترين خلاص بدي اعتمد الترين وين ما فيها ميسنج بدي احدد ايش هي اسماء الاعمدة عشان اسماء الاعمدة اطبقها هنا وهنا. الكلام اللي انت بتحكيه ان احنا نعمل دروب للان اي والاكسس بتساوي واحد وين ممكن اطبقه؟ هنا. بالضبط قبل ما اعكس. فبالتالي انه خلاص انه الكولومز بتصير موحده. الخوف هنا انه انا اسوي هذا الكلام هنا انه هنا تنحذف كولوم وهنا تنحذف كولوم ثانيه فبالتالي انه بتصير انكونسيستنت. لكن اذا كان بعد التقسيم فبدي اضطر انه احدد ايش هي الكولومز في التريننج هي الاهم لانه انا بدي ابني منها الموديل
واحدد ايش اسمها واعملها دروب هي بشكل سبيسيفيك من الترين ومن التست. لو كان مستنفاري او اكثر من مستنفاري برضو نفس الاشي بعمل. نعم. هلا لو عملت دروب ممكن يزيد عدد الدروب، عدد الكولومز تبعت الدروب ممكن يزيد، فبالتالي هنا بخسر كولومز اكثر. يعني اعمل دروب هذا الكلام برضو يعني انه بقدرش انا اعزم فيه. فايش الطريقه انه انت بتعمل هنا دائما تعودي انه تسوي الشغله هذه. هذا السؤال كثير مهم. زي ما هنا في حاطط جملة كوبي وينها؟ في الاكسرسايز الأول أخذنا كوبي من البيانات. فبالتالي أنت البيانات الأصلية أنت بتكيش إنه أنت بتمسكيها، فبتاخذي منها بتعملي مثلا X with no missing value وبتعملي كوبي من هذيك، وساعتها بتعمل دروب للان اي، بتشوفي قديش عدد الاعمده اللي ضلت، وبتعملي هذا الكلام هنا زي ما هو عامل انه احنا حددنا الميسنج اتريبيوتس في التريننج، الكولومز ويز ميسنج اتريبيوت في التريننج، وعملنا لها دروب، وبتشوفي قديش عدد الدروب اللي هنا، وبتشوفي بتقارني هل هو زيهم او لا. تمام. قديش كان الايرور؟ 183 ألف. كيف؟ هذا برايس، فبالتالي البرايس اللي انت بتعمله هو سيء، المين ابسوليوت ايرور هو سيء، فبالتالي انت البرايس اللي انت بتتوقعه بلس اور ماينس 183 ألف. يعني انت بتقول هذا البيت سعره 100,000، فممكن يغلط بسعره انه يا اما يزود 183,000 يا اما ينقص 183,000 سيء. احنا خسرنا اتريبيوتس. بس لاحظ انه احنا قبل كل هي قبل يعني لما كنا نتعامل مع الاتريبيوتس هاي بدون ما احنا نتعامل مع الميسنج كان حوالي 250,000 حاجه زي هيك، فهو قال نوعا ما. بس السؤال الان انه دروب للميسنج ولا امبيوتيشن؟ خلينا نشوف الامبيوتيشن. نعم. طيب كيف بدي اعمل امبيوتيشن؟ from ASCII learn impute import symbol imputer. هذا عبارة عن كلاس. ليش؟ أول حرف كابيتلايزد، بعرف منه أوبجكت هنا. تمام. وبعديها شو بسوي؟ بعرف imputed x train بتساوي، بعرفها كداتا فريم إيش بمررها؟ الامبيوتر. تمام. اللي هو my imputer dot fit transform x train، وهنا x valid. بس هنا لاحظ انه انا عندي fit transform وهنا transform. السبب في ذلك انه هنا بدي ارجع لك على documentation. في الاسكيلر ايش في هنا عندي methods؟ هاي طلع معي. في عندي fit لوحدها، في عندي transform لوحدها، وفي عندي فيت ترانسفورم. هنا في الفيت ترانسفورم ايش بس بحكي لي؟ فيت للداتا دون ترانسفورمت. فبالتالي وكانه بتطبق التو ميثودز سوا. تمام؟ هجيت السؤال هنا، ليش هنا عملت فيت ترانسفورم وهنا ترانسفورم فقط؟ في الفيت شو بسوي؟ بروح بحسب المتوسط. ترانسفورم بروح بستبدل بالمتوسط. ترانسفورم احنا اوريدي حسبنا المتوسط، فبالتالي خلاص بنستبدل فيه مباشره. تمام.
فايش داعي ان انا اعمل فيت ترانسفورم ان اعيد احفظ. وهذه شغله. وهنا هنا هاي الشغله يفترض انه اخذ المتوسط تبع التريين واعتمد عليه واستخدمه في الريبليسمنت في التست، لانه التست سايز اصغر، بنفعش ان استخدمها كسامبل وانا احسب المتوسط لها، لا بحسب على الترين اللي هي اكبر، باخذ المتوسط والمتوسط تبع الترين هو بستخدمه في الاستبدال في الترين وفي التست. تمام. يبقى دائما اول خطوه في الامبيوتيشن ان انت تعمل فيت ترانسفورم للترين، اما التست بس ترانسفورم. فيت ترانسفورم كانه بتنادي تو ميثودز اللي هي الفيت في الاول، الفيت هي عباره عن حساب المتوسط، والترانسفورم هي خطوه الاستبدال. فيت ترانسفورم حساب واستبدال في نفس الداله في نفس الخطوه. تمام يا جماعه، ماكذين معايا وحتى الان؟ الامور تمام يا جماعه هناك؟ تمام. هلا انا احسب الاول على الترين بعدين هو نفسه استخدمه على الفاليديشن. نعم. حيكون نفس الترين، هو المتوسط للفاليديشن حيكون اكثر. صحيح صحيح، بس المتوسط تبع الترين اصح، والسبب في ذلك انه السايز تبعها اكثر كبوبوليشن، انه السايز تبعها اكثر، فدائما بنعتمد على المتوسط تبعها. طيب. كيف؟ فت ترانسفورم بتسوي شغلتين في نفس الخطوة في نفس الدالة هذه. فت ترانسفورم بتسوي شغلتين، ايش هما؟ تحسب متوسط تستبدل، ترانسفورم بس بتستبدل بالمتوسط اللي اوريدي حسبته في الفت. هاي هنا عملنا فت وترانسفورم. يا استاذ هذا اوبجكت، هذا كلاس، وطلع هنا الاتريبيوت تبعه. انت في عندك اتريبيوت statistics، وهنا انت عندك انديكيتور، فبالتالي هذا عباره عن اري بيحفظ فيها كل المعلومات هذه، هذا البارامترز. فبالتالي انت ما تقلقش وين هو بده يخبيه، وين بده يخزنه. تمام. حكيت هذه الخطوه بتسبب لي انه احنا بنفقد اسماء الاتريبيوتس. الانفيتيشن بيسبب انه بيرجع لي داتا فريم بيانات فقط بدون اسماء اعمده. فايش بدي اسوي؟ بدي ارجعها ببساطه. كيف بدي ارجعها؟ فبحكي انه imputed xtrain.columns بتساوي xtrain.columns، استرجعنا. ونفس الشيء بالنسبه للفاليديشن. طيب نحسب المين ابسوليوت ايرور. بصير انه انا بس مجرد انه انادي هذه الداله قديش طلع معايا؟ 178,000. فوق قديش كان؟ 183,000. يبقى الامبيوتيشن مجدي ولا مش مجدي؟ مش مجدي. ليش؟ كيف؟ طب انت نزلته من 183,000 ل يعني 5,000 من 178,000 في سنة بيه. وين الجبر؟ افضل من افضل في السيئين الاثنين. طبعا هو الافضل. السيئين بس 178,000 ولو كل كل لا، ما هو شوف يعني احنا لما كنا نقارن، يعني هنا في الاكسرسايز السابق لما كنا نقارن الراندوم فورست، مش حكينا خمسة موديل؟ كنا نقارن بيناتها، قديش كان الفرق بيناتها؟ كلهم سيئين، بس مين الأحسن؟ احنا لسه داخلين انه يعني احنا بنقدر نجيب نتيجة أحسن من هيك، بس شايف كل مرة انه احنا بنقدر نجيب نتيجة أحسن وأحسن،
يبقى انت كيف ممكن تجيب نتائج افضل انه انت تعمل تونينج لوب، بتختار البيست الجوريثم تعمل تونينج للبارميتر. في عندك اتجاه ثاني انه انت تعمل هاندل للميسنج، في عندك اتجاه ثالث انه انت تعمل هاندل للكاتيجوريكال اتريبيوتس. لسه بعدهم هدول وتاخذ ميثودز اعقد ونعمل بوستنج كمان، ساعتها ممكن نصل انه يكون الفرق في حد البيت 5000 10000 مقبوله يعني. بس هنا الكونسبت نعم، احنا ماشيين بالتدريج نعم، بس هنا ككونسبت انه 5000 فرق، لا نتيجه افضل. في فرق، الفرق مش 100 و200، 5000. طيب نشوف الاسلوب الثالث، انه احنا ايش نعمل؟ اكستنشنال امبيوتيشن. ايش الاسلوب هذا بيقول؟ بدنا نضيف اتريبيوت ثالث، وين ما في نل بدنا نحط قبله ترو والباقي بيكون فولس. ايش يعني بيانات وهمية؟ بدل ما يقراها انه ايش، لا هنا اذكرك مرة ثانية، هنا ميسنج هي هنا مفتوحه اوريدي، انه انا عندي هنا الاكستنشن امبيوتيشن هو عباره عن استبدال بالمين وبعضيها بحط اتريبيوت انه كانت ميسنج بس انا استبدلتها. هي زي هيك بالنسبة للسيمبل امبيوتر، يعني بما انه انا فاتح الدوكيومنتيشن ايش الاستراتيجي تبعته؟ الديفولت هي المين. ايش انا في عندي؟ المين عند الميديان الوسيط القيمة اللي في النص، في عندي الموست فريكوينت اللي هي المود الاكثر تكرارا، وفي انا عندي كونستانت انا بقول له استبدله بقيمة كذا خلص قيمة ثابتة زي هيك. فهي الخيارات اللي موجودة. فبالتالي احنا لما استدعينا الكونستراكتور هنا فاحنا ما ديناهوش ولا حاجه، فبالتالي اخذ الديفولت اللي هو المين. لما احنا عرفنا الامبيوتر هنا الديفولت كان المين. لو في كان استبدال ماينس 1 هذا الشيء كمان مره، ايش الداله اللي ماينس 1؟ استبدال ماينس 1 موجوده في الميكر، هل الشيء موجود؟ ممكن تقول انه تعتبره انه هو عباره عن باتر وبتضل المشين ليرنينج انه هي تقدر انه تتعلم منه او لا، يعني انه هذه الفاليو كانت ميسنج فبالتالي انه كانت الفاليو تبعتها ماينس واحد بدل ما مشان انا كنت بنفس الابروش الثاني انه هي ماينس واحد المفروض العصر ميسنج فاليو او لا الابروش تو بس مش كيف مين كيف ماينس واحد انه يا بطل شيء يا بطل تريز بالضبط. هي زي كأنه انت بتستبدل، يعني انه تستبدله بكونستانت، بس الكونستانت هنا انه حسب البروبلم وحسب انه في يعني هنا احنا قدرنا نقول انه الامبيوتيشن افضل هنا صار 178 هنا 183، فبصير انه ممكن ان انت تجرب هذا الكود وفي الامبيوتر تقول له انه الكونستانت بتساوي انه الكونستانت قيمته بتساوي ماينس واحد، ونحسب برضه الايرور النادي اليوتيليتي فانكشن. صحيح، هو استبدال للميسنج بفيكست فاليو. يعني مثلا عندي 15 كولوم الان مثلا في كولوم في يتعلم لحالها انه 15 كولوم هذول في واحد معقيمه كلهم وفي مقيم للنظر مكان النظر واحد شبيبي يقولها لحالها. هذا بدك تكتب له يعني امبيوتر خاص فيك او انه تكتب له انه انت تستخدم الديستانس متريك زي اليوكليديان ديستانس متريك او المنهاتن وتجيب السيميلر
instances وتاخد المتوسط تبعهم بالظبط. وهنا بدا يفوحوا بيشتغلوا في الاتصالات. هنا بدا يكون في عندك باراميتر بدك تعمل له تورينج. البراميتر هذا انه قديش مقدار الكي، قديش مقدار السيميلر انستانسز، قديش مقدار يجيب يعني اقرب 7 ولا اقرب 3 ولا اقرب 5 عشان احسب المتوسط. فهذه بدها اوبتمايزيشن. بدها تصير النتائج هي اللي بتقول. النتائج بقدرش اقول لك انه بقدرش اجزم دائما انا. ليش؟ لانه في داتا سيت بتزبط، في داتا سيت ثانيه ما بتزبطش، فانا بحطها هاند ستوب والنتائج هي اللي بتحكم خلاص. كيف بدك تعملي كمان مره؟ يعني مثلا كان في عندي اخذ في قيمه واخذ قيمه كانت موجوده في الموجودين 5000، عشان اعبي النار تمام، قلت على كل نار 5000 5000 نار 6000. عشان النار طب ليش تغيري في البيان الاصلي؟ ليش يعني ليش تغيري في يعني واحد انه الانكم تبعه حاطه هالقد، ليش تزوديه 5000؟ ليش تبعدي عن الواقع؟ تعملي هاندل للميسنج هداك انه بكونستانت فاليو افضل لك، مع انه انت تزود الكل، تزود الكل معنى ذلك انه انت خلاص غيرت الداتا ست تمام؟ طيب الان نيجي للاسلوب الثالث ككود. نعمل هنا انه احنا نتعود انه احنا ناخذ نسخ من البيانات، لانه البيانات الاصليه انا بدي احتفظ فيها، فبالتالي الاكس والواي ممكن انا اخذ منهم كوبي، واي شغله فيها دروب او هاندل للميسنج معنى ذلك انه في تعديل للبيانات، عشان انه انا خلاص انه البيانات هذه انه ما اضطرش انه انا اقراها مره ثانيه، خلاص باخذ منها نسخه زي هيك اكس ترين دوت كوبي اكس فاليد دوت كوبي. صحيح بان نعم. فهنا اكس ترينينج بلس اكس فاليد بلس. هنا ايش بدي اسوي؟ بدي اروح الف على كل الكولومز اللي في الميسنج حددناهم سابقا موجوده عندي تمام. وايش اسوي؟ هذه شوف لي هذه الجمله الباندا عباره عن ديكشنري. لما افتح براكتس زي هيك هذا عباره عن كي تمام، بتساوي الكي هذا اللي هو عبارة عن كولوم، اسم الكولوم زائد concatenation underscore was missing. فبالتالي هذا الكي اصلا موجود، موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. مش موجود؟ مقتنعين انه هو مش موجود ولا لا؟ عارفين ليش مش موجود؟ مش موجود، مش موجود وخلاص. اول مرة مش هيكون موجود، تاني مرة خلاص موجود. فبالتالي هنا في الدكشنري هذا عبارة عن عملية إضافة. بالضبط. حقيقة أنا لما بدي أقول training X training plus of الكولوم، الكولوم هذا موجود. بس لما ضفت عليه إنه في الكي هذا إنه صار الكي اختلف إنه زي هيك، هذا هو الكي كله، هذا الكي أصلاً مش موجود. فبالتالي بتصير عملية إضافة لعمود. زي الديكشنري بالضبط، انه انت لما تعمل brackets لكي جديد فبصير انه عملية اضافة بتساوي. فبالتالي احنا ضفنا عمود جديد، ايش اسمه؟ اسم الكولوم الاصلي وضفنا عليه was missing. زي هاي بالضبط، احنا هنسوي زي هاي، انه هاي bed صارت bed was missing. زي هيك. ايش بتساوي؟ كيف نجيب الترو والفولس هدول؟ هذول الترو والفولس. إذن هاي الدالة بتريح، إيش بترجع هاي الدالة؟ فيكتور ليست بالضبط. ونفس الشيء بالنسبة للفاليديشن تمام؟ يبقى عملنا الأعمدة وعبينا فيها ترو فولس لكل قيمة كانت
ميسنج او مش ميسنج. بعديها ايش بنسوي؟ بنعمل امبيوتيشن العادي بالضبط، بدنا نستبدل الميسنج نفس الخطوات السابقه، انه هاي هيك بنستبدل الميسنج، ونفس المره الماضيه انه 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 هاي العمليه بتطير اسماء الاعمده، فبالتالي بدي استرجعها. قديش كان الايرور؟ 178، وهناك برضو كان 178. نطلع قديش 178، 166، وهنا 927. هل هذا الاسلوب مجدي؟ ما فيش فرق. هل فرق في عن الفرق ما يذكر؟ هل الاتريبيوت هذا ضاف معلومة؟ تخيل ان انا في عندي اتريبيوت، مثلا في عندي 100 اتريبيوت، وعندي من الاتريبيوت هذول 70 فيهم ميسنج، فبالتالي ايش بدي اضطر انه ينضاف؟ انا عندي 70 اتريبيوت اضافي اللي هو فيه الترو والفولس، فبالتالي حيصير 170 اتريبيوت زدت الدايمنشن تمام للبيانات، وفي نفس الوقت انه كايرور مش كتير جاب لي نتيجه تمام. طيب هنا بحكي لي انه البيانات تبعتي اصلا 10864، فيها ثلاثة كولومز كانت ميسنج تمام، وكل كولوم كان تقريبا نص الانتريز كانت ميسنج. لو انا عملت دروب على مستوى الروز حخسر نص البيانات، لو على مستوى الكولومز 12 كولوم حخسر 3 من 12 تمام. فبالتالي ايش افضل الاساليب من هاي الاساليب؟ اللي هو اسلوب الامبيوتيشن تمام. ممكن يكون الاكستنشن الامبيوتيشن افضل في الجورثم ستانيا غير الراندوم فورست. صحيح جوفي، مين الادمين، مين اللي هو اقل، مين ابسوليوت ايرور، وبالتالي انه خلاص انه هو بتحددي. طبعا هذه الدالة الشيب بقدر من خلالها اشوف ابعاد البيانات تبعتي قبل وبعد اذا انا عملت دروب للبيانات، فبالتالي هنا جاب لي انه هادي 10864 في 12 اتريبيوتس، هذه السجلات وهذه الاتريبيوتس. تمام هيك؟ طيب اجيت دورك انه انت تجرب الاساليب هذول في الاكسرسايز، كيف؟ بحسب للأعمدة، يعني هنا هذه اللوب، هي في هذه الجملة، هي الأوتبوت تبعها اللي هو الشيب 10864 سجل في 12 عمر. هنا ايش سويت؟ انه بدي احسب الميسنج فال كاونت باي كولوم، بدي اروح الف على كل البيانات واجيب انه لكل عمود قديش انه في ميسنج، فبالتالي انه الكار فيها 49، البيلدنج اريا فيها 5000 من 10000 تقريبا النص زي ما هو حكى هنا تمام. كم اتريبيوت في ميسنج؟ 3، اللي هو الكار، في مكان للسياره في البيت ولا لا، البيلدنج اريا مساحة البيت، والير بيلت متى انبنى بالضبط. الكار فيها بس 49، مش كتير رقم كبير بالنسبة لل 10000، لكن البيلت اريا والير بيلت تقريبا نص البيانات. كيف جبناهم؟ is null dot sum بجيب لي كل الاتريبيوت وقديش النال تبعهم، قديش الميسنج فاليو تبعهم. وهنا عامل فلترة انه يكون الميسنج اكبر من زيرو، لانه هاي بتروح بتجيب لي الكل،
اللي فيش فيه ميسنج بتجيب لي اسم العمود وبقى له زيرو، كبدي افلترها بشغله زي هيك. الاكستنشن على الانفيتيشن حاجات الماشين ليرنينج انه هو بيتعلم من البيانات، تمام؟ زي ما شفنا الجوريثمز مختلفه زي البيزيان زي سبورت فيكتور ماشين، زي انه هو بيروح بيطلع على البيانات وبناء على معلومات معينه من الاتريبيوت بيحاول انه هو يبني الموديل. قد يكون هذا الاتريبيوت مفيد في بعض الالجوريثمز، فبالتالي ممكن انه هو ياثر على النتائج، انه اضيف انه انا استبدلتها بالمتوسط واضيف معلومه انه هذه كانت ميسنج، فبالتالي ممكن يزود الويت تبع الاتريبيوت يقلله. هذا كلام برضه في النيورال نتوركس، فبالتالي ممكن تكون مفيده هذه المعلومه. فبالتالي ممكن انه تجربي هذول الاساليب الثلاثه على داتا سيت مختلفه على الجوريثم مختلف وتشوفي هل فعلا انه الطريقه الثالثه انه ممكن انه هي تجيب نتائج او لا. هو الشائع اكثر شيء اللي هو الامبيتيشن العادي، انه انا استبدل بالمتوسط، الشائع اكثر شيء. لانه في طرق ثانيه انه انا ممكن استخدمها عشان اعمل تحسين للنتائج زي البوستنج مثلا، انه ممكن انه يفضل اني استثمر فيها وقت اكثر احسن من انه انا اجرب في شغله زي. لكن المين والميديان او الموست فريكوينت انه مجدي انه انا اجربها واشوف انه ايش بيطلع معايا. تمام؟ تفضل. بسأل كل كتير بدأ أنا أطلع وأشوف البيانات إيش قديش في ميسنج عندي، فلقيت في مكتب وصلت على فيجواليزيشن ميسنج فاليوز، مكتب اسمه ميسنج سينجو سينجو؟ أو حتى فيها كمان هيك نعم في ثلاث حاجات يعني رائعة جدا ام اي اس اس اي ام جي ام او ميسنجو؟ فيجواليزيشن صفحة واحد امبورت ومتابعة ميسنج نو؟ هاي؟ زي هيك يعني؟ ايوه بس المولى كان لسه مش عارف كيف ليه كنت بسألك اياها. انا ارسم لك الاتريبيوت الديت هذا فيش فيه ميسنج بس عشان تطلع ايش فيه ميسنج. حاجات الفراغات البيضاء هذه ميسنج. حطيت الواحد السن بتاع كل بسيط صغير. كل. المقدمة لنفس اليوم عندي شغل سبونسر. جميل. هاي بعرض لك اياهم بطرق مختلفة هنا. وهي هذه كبار تشارت. في هيت ماب. في هيت ماب. حطيت اللينك تبعها. تمام. هيك بتقرا هذه بتاخذ باندا. ماشي كيف اقرا البيانات انا؟ انه هو نفس الصفر نفس الصفرين هذول؟ اقرا من السي اس في. بالضبط.
نعمل سامبل للبيانات زي هيك انه هذا عباره عن سامبل للبيانات لكن انه تمام هجيت نجرب في الاكسرسايز تاخذ باند واضح انه هي بتاخذ باند طبعا تمرنها بديتا فريم طيب اوكي نبدأ في الاكسرسايز ناخذ بريك طيب ناخذ بريك نبدا نحل الاكسرسايز انتوا اوريدي بديتوا تمام برضو نفس الداتا سيت هاوس برايسنج هنا انا عندي الترين والتست كل واحد بنفسه وحده حملناهم هنا عمل دروب للروز اللي فيها missing value هنا حدد الواي تمام وهنا الاكس هذه الخطوة يا جماعة احنا كنا نسويها سابقا انه مثلا انه الاكس بتساوي اسم الداتا فريم دوت دروب لهذا العمود بس ممكن احكي انه ان بليس بتساوي ترو فبالتالي انه بيتم التعديل على الداتا فريم هذا نفسه يعني احنا كنا نسويها سابقا زي هيك اكس بتساوي انه الاكس فول نفس هذا الكلام بالضبط او كنا نقول انه ترين كيف لانه احنا بدناش اياه احنا بدنا يعني احنا في ال هو التارجت لازم ينشال من الاكس انا عندي الماشين ليرنينج الانبوت اكس والاوتبوت واي لازم انه تفصلهم عن بعض تمام فكنا نسوي سابقا زي هيك انه ترين اكس بتساوي الاكس فولد دوت دروب زي هيك فبالتالي انه هنا بروح برجع للداتا سيت بعد ما عملها دروب لكن هنا ان بليس معنى ذلك انه هذا اللي بصير فيها التعديل نفسها هي نفس الداتا فريم هذا بصير فيه تعديل او ممكن انه اخلي لك انه هذه زي هيك فبالتالي هي بدي احط لك عليها انه هي كومنت انه هذا الكلام سيميلر تو ذا لاين وهنا استثنينا الاوبجكت اتريبيوت من الاكس ومن التست وهنا عملنا السبليت فبالتالي هنا نشوف الهيد تبع البيانات هنا نشوف الشيب هاي الانفستيجيشن الاولي انه بدنا نشوف قديش الشيب تبع البيانات وقديش هنا في عندي ميسنج انا عندي 11000 او 1168 سجل في 36 عمود طبعا في عندي الثلاثة اتريبيوتس هدول هم اللي فيهم ميسنج اللي هو اللوت فرونت فرونتج و الماس في ان ار اريا والجراج يير جراج يير بيلت سنة البناء تمام طبعا هذا الكلام احنا ممكن نشوف الميسنج كله بدي اضيف لك هنا سيل كود وتقول زي هيك هنا بروح بجيب لي اياهم كلهم هذا في زيرو ميسنج هذا في 212 هذا زيرو ميسنج جاب لي كل الاتريبيوت زي هيك فانا في هذا الفلتر اللي انا سويته بحكي انه برنت اذا كان اكبر من زيرو عشان هيك انه بس الثلاثه هذول زي هيك تمام طبعا هنا از نال
انا بشوف في كل العمود هذا اذا كان في نال بنرجع ترو، اذا كان في شي نال بنرجع فورس، والسم بروح بجمع لي التروز، فبالتالي هنا برجع لي انه هذا فيها 212 ترو فاليو، معنى ذلك انه في عندي 212 ميسنج فاليو. طيب هنا السؤال اللي طالبه، كم عدد الروز اللي موجوده في التريننج داتا؟ بس مجرد ان انا اخذها من الشيب هاي، او ممكن احكيها ككود زي هيك واقول له انه هذا اوف الزيرو، انه هذه بترجع تابل، وينها هي بترجع تابل، فانا بقول له انه التابل بتعامل معها زي الليست، انه الاندكس اوف الزيرو. تمام. طبعا عدد الكولمز with missing value، فممكن انه اعمل count لهذه الليست، او ببساطه بحط 3. والتوتال ميسنج فاليو قديش؟ 276. نعمل تشيك. تمام. طب هذه يوتيليتي فانكشن، عشان ايش اسوي؟ بعرف فيها الموديل اللي هو عباره عن راندوم ريجريسور، راندوم فورست ريجريسور، ترين، بريدكشن، وحساب للمين ابسوليوت ايرور، وبترجع لي اياه، لانه انا بدل ما اقعد اكرر هذا الكود كذا مره، مجرد انه انا عشان اجيب الـ missing attributes زي هيك. هنا طالب مني ان انا اعمل drop لهاد ايش سويت؟ عملت هنا سيل جديدة، تمام؟ وكررت فيها هذا الكور بدل ما ضلني اطلع وانزل، هنا جبت الاتريبيوتس اللي فيها ميسنج فاليو عشان بدي استخدمها هنا، فبدي اعمل دروب للليست هذه، وممكن انه عشان حستخدمها اكثر من مرة يبقى بعرف كولومز وذ ميسنج فال بتساوي عبارة عن ليست فيها هذا الكلام، هذا الاتريبيوت وهذا الاتريبيوت وهذا الاتريبيوت، ساعتها بصير بحكي انه drop as a list، وهنا بحكي له access بتساوي 1، ونفس الاشي للvalid. فاليد ولا فعل اسمها؟ فاليد. تمام. نعمل تشيك. تمام. هذه هيك افضل من ما خزنها في المتغير. وهنا بدنا نحسب المين ابسوليوت ايرور لهذول الاتريبيوتس، طلع 178,037 او 17,837. طيب نعمل imputation،
اول حاجه في الانفيتيشن انه بالضبط ماي امبيوتر عشان اعرف انه هذا الفاريبل لي وهي اوبجكت منه تمام. فهنا الامبيوتد هو عباره عن اسم هنا اسمه ترين اكس تمام او بي بي دوت داتا فريم نديله هنا على الامبيوتر ماي امبيوتر والبيانات تبعته دوت فوت السنتاكس تبعها امبيوتر تمام وهذا الكلام نعم هذا بس ترانسفور بس حيحسب المين من الفاليد احنا كنا اتفقنا انه احنا بنستعتمد بالضبط. طبعا الكولومز اسماء الكولومز طارت بدنا نرجعها ف تمام نحسب مين ابسولوت ايرور 180 هناك كان 178 كده عفوا 17000 وهنا 18000 لا 180 هنا 18000 وضع سيء في هذه الحالة مين أحسن؟ أعمل دروب للكولومز ولا انفيتيشن؟ دروب أحسن. طب استنى نشوف. جنريت بريدكشنز. انا اشوف اليوتيليتي فانكشن مين ابسولوت ايرور من النمبر اوف استيميتور 100 طيب يبقى هنا الفاينل اللي هو بدي اخذه من السطر هذا ايش كان اسمه؟ انا هيك بدي اطلع فوق بدي اوكي اسمه ريديوس تمام تمام وهنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل فت لل الموديل باستخدام هذه اللي هو بالفاينل داتا سيت فاينل داتا سيت وهنا واي ترين وهنا نعمل بريدكشن ونحسب المين ابسولوت ايرور طلع 17800 ممكن انه الراندوم ستيت او اشي عندكم في اختلاف مش عارف احنا ايش اخترنا؟ اخترنا الفاينل اكس ترين وفاينل
استمع هنا خليني اقرا قبل هنا use the next line the next cell to pre-process test data make sure the method agrees when you want to تستخدم then protection and order هجيت احنا عملنا predict للفاينل اكس valid الفاينل اكس تيست هذه احنا عملناها فوق هنا صح؟ هي في الاول في ملف لوحدها الاكس تيست فول الفاينل اكس هذه ايش معناها؟ ما عرفناهاش؟ ما احنا بدنا ناخذها من هذه نعمل دروب للكولمز تبعوني فبدي اخذها من هنا واروح تحت ونعمل دروب لنفس الكولومز دوت دروب ايش اسمه كان؟ كان كول وذ ميسنج الكول كان فيها اس ايوه هذا الفاريب هذا الكول هذا هو with missing val كان اسمه تمام هجيت انا استخدم الموديل تبعي هذا دوت بريدكت اند فاينل اكس فال وهنا نعمل تشيك نعم طيب قبل بدنا نعمل اكسكلود كيف؟ وين هالريديوست؟ هذه بس هذه فاليديشن هذه فاليديشن التست هيو ملف ركز معايا التست هيو حقيت هذه الترين هي اللي عملنا لها سبليت للترين وفال والتست هيو ملف منفصل فانا ايش عملت؟ انه بعد ما احنا حددنا انه الدروب للكولومز وذ ميسنج فاليو هي التست عملنا ترين لموديل وبدنا نستخدم هذا الموديل في الفت فبدنا نحضر التست داتا فايش عملت فيها انا؟ عملت فيها انا ايش سويت؟ ترين فاليديشن بالضبط فانا ايش بدي اسوي هنا؟ رحت عملت انه انا عملت دروب لنفس الكولومز عشان هيك انا حطيتهم هو بيقول لك انه انت بتستخدم كاتيجوريكال داتا والراندوم فورست بدها بتحب الارقام في الشاشة السوداء بس اخر صفحة بعد اخر صفحة في الشاشة السوداء ايش؟ انه عندنا في عنده اتريبيوت مش قادر انه هو يحوله فاحنا بدنا نعمل اكسكلود للداتا قبل ما نعمل دروب فهنا فينا عندي اكس جديده وهنا بدنا نسميها ايش كان النيم كونفنشن عنده هناك عشان استخدمه نفسه وعشان اخذ السطر بالمره ف
في كان اللي احنا بنعمل فيه اكسكلود سلكت بس ايش كان اسم ال في اي سطح في اي واحدة مش في الاكسرسايز احنا عملناها مش موجودة الكود تبعها هنا موجود هاي موجود مش عامل نيم كونفنشن هنا مسميها اكس مش مشكلة هاي هجيب هنا اكس تيست فول يبقى خلاص بدي استخدم هذا المتغير لانه هو عامل اوريدي اكس كلود للتايب فبالتالي بدي اخذ هاي نعم انه هنا بروح بستثني الاتريبيوتس التايب تبعها اوبجكت بتكون عباره عن كاتيجوريكال فاريبل كمان مره تستثني الاتريبيوتس من الداتا سيت اللي التايب تبعها اوبجكت يعني كاتيجوريكال يعني الكاتيجوري مثلا كاتيجوري A B C Yes No Male Female زي هيك نعم لأن الراندوم فورست بتتعامل مع أرقام بس فا أوكي هذه إنه بس بدي أرجع أستخدم هذا المتغير بدل هذاك كيف؟ هو مجهزها فوق ومستثني هذا الكلام يعني أنا متذكر إنه هو أوريدي مستثني هذا الكلام مريت عليها في الشرح تمام فهذه بسميها X وهذه X test فبدي استخدم هذا المتغير اللي اوريدي مستخدم منه الـ Object Attributes فهنا هاي مجرد ان استبدلها زي هيك خلاص بتكون الامور ان شاء الله تمام وين؟ ليش بنقرأ الداتا كمان مرة؟ وين ايش يعني في الكلاس هذا مش معرفه هاي لسه طب كنت قبل شويه هنا وكان معرفها نعم هنا بحكي لي انه بدي اعمل هاندل للميسنج فاليو اوكي فهنا بده انه داتا فريم في الان اي ماشي بس الانفيتيشن ما حددناش انه هو البيست حددنا انه يدروب ان اي هو البيست كيف؟ يعني هنا الخطوة هذه ايش حسبنا عملنا دروب للكولومز with missing value حسبنا قديش طلع 17000 بعدها جربنا الانفيتيشن قديش طلع 18000 فبالتالي مين البيست الدروب فكيف حددناهم هاي الفاينل اكس اللي هو الريديوست وهذه هاي الريديوست الريديوست من وين جبناهم هذا المتغير اسمه imputed لكن هنا اللي عملنا فيه دروب اسمه reduced وعملنا تشيك عليه وقال لي صح هاي هنا عملنا تشيك عليه وقال لي correct بس هنا في يبدو طريقة انه مش انه انا عمل دروب للكولومز هجيت الكولومز اللي بيب ميسينج هنا بنرجع للنقطة اللي كانت مين هنا اللي كانت قاعدة هنا انه لو عملت دروب ان اي للكل هنا معنى الكلام انه في اتريبيوت في التست فيها ميسينج بس مش موجودة في الترينينج فايش بدنا نسوي فيها هي حسب ما هو حاكي انه بدي اعمل فيل ان اي باي قيمة فيت الترانسفورم حيتم استبدالها بالمتوسط كيف؟ الاكس تيست
لا مش عامل عليها دروب. عامل عليها دروب على الفاليديشن مش على التست. هاي هاد بعمل عليها سيرش زي هيك. وين مستخدمه؟ هيو هنا وهيو هنا. استثنى بس الاوبجكت اتريبيوت. مش عامل دروب قبل هيك. عامل دروب للفاليديشن. تمام؟ كيف مش حاسب فيها المسؤول؟ هاي الكود. ستيب ثلاثة. هاي 12. انا الترقيم في الستيب انت بتاع هاي ستيب 2 هاي ستيب 3 ماله هو لحاله انه هنا في الانبيوتر بيشوف وين ما في ميسنج بروح بعبيها بالفيت ترانسفورم هي بتعمل فيل بالميسنج للميسنج هيك حيتم استبدال بالمين واحنا ما بدنا هذا الكلام فهي هو حاطيني هنت ان احنا نستخدم في الاني هاي such as panda data frame في الاني هاي ستيب ثلاث هذا هذا مانو هذا بس ما شفت حسب من الايرور ادينا له الداتا الانبيوتد بعد ما عملنا استبدال وجبنا وحسبنا الايرور بس تست فالتست بيطلع نضيف ثلاثة الانفرديشن نحن ثلاثة الانفرديشن كيف يعني ليش تعال انا حدث تحت خلص هنا احنا عندنا التست ملف هذا التست ها فاير اكسس 330 عمود هاي حطالك اياها هاي حطالك اياها عمود 330 اوصل شغل براسي 330 نعم مين قال لك انه فيها 3 زيادة؟ ليش بتقول انه فيها 3 زيادة؟ هذا السطر شو بيعمل؟ هذا بيحسب من التست هيو هيو من التست هذا مش واضح هل احنا شغلنا على التست في عنا مشكلة تست فاليديت هاي سطر الفاليديت هاي سطر الفاليديت هيو ادينا له اكس فاليد هاي بنجيب لك كم كله ولا يهمك لا 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 ابدا ابدا هذا في 36 بس هذا كلام انت وين المفروض تحسبه تحسبه هنا هاي هذه هاي بدي اعمل لك سيل زي هيك هنا
ايدوت شيب. هذا 33 كونسيستنت. 33 صحيح. المشكلة مشكلة تانية. هكذا احنا بدنا نتفق على حاجة. بس ثاني خلينا عشان نتفق كلنا عشان انه ما نتوهش. الدروب افضل. تمام. فبالتالي عدد الاتريبيوس بدنا نعمل دروب لثلاثة حيصير 33. ايش القصة في الموضوع؟ ليش في عندي لسه still missing؟ لانه في عندي في ال 33 غير اللي احنا عملناه المضروب بالثلاثة الاولانيات من ال 36 في عندي برضو اتريبيوت في لسه فيها missing لازم اعملها هاندل. هذه هي القصة فقط لا اكثر ولا اقل. في التست بالضبط بالضبط. حكيت انه عشان اتفرعت الاسئلة عشان ما نتوهش. احنا يا جماعة متفقين انه الدروب افضل صح؟ وعملنا تشيك لهذه الشغلة وقال لي كوريكت تمام؟ والاتريبيوت تبعتي حتصير من 36 ل 33 تمام؟ الان القصة اللي في الموضوع اللي هي نفس اللي حكته زميلتكم في البداية انه احنا ليش ما بنعمل هذا الكلام من الاول؟ انه قد اخسر اتريبيوت زيادة غير عن 33. ومن الاول اعمل دروب ان اي اكسس بتساوي واحد وريح راسي. لا ممكن اخسر اكثر من 3 اتريبيوت لانه في التست انا في عندي اتريبيوت غير الثلاثه اللي احنا عملناهم دروب برضه لسه فيها مسك فبدنا نعملها هاندل. فهو ايش مقترح علي هنا؟ انه اعمل فيل ان اي هاي او استخدم هاي انه اعرف امبيوتر تبعي وانه استبدله بشغله معينه يعني. فممكن احنا نعمل امبيوتيشن تمام. فبالتالي هنا تيست امبيوتر بتساوي امبيوتر اسم الكلاس ايش كان؟ سيمبل امبيوتيشن سيمبل امبيوت ولا امبيوتيشن؟ عشان هيك احسن حاجة انه نفتح الدوكيومنتيشن لانه هذا الكود اصلا ما بنحفظش ما ينفعش ان احنا نحفظكم. فاسكي ليرن يعني هيك انا هحتاج احدد ايش الباراميتر انه احنا نعمل ريبليس لكونستانت فاليو سيمبل امبيوتيشن سيمبل امبيوتر اسم الكلاس. فنجيب هذا هنا هيك جنبي كمان هيك جنبي تمام. وبدنا نحكي له هنا في الباراميتر انه استراتيجي نحطها بين كوتيشن كونستانت نجرب. ثواني هنا بقرا في الموضوع بدنا نحددها هذه في باراميتر تاني اسمه fill value. هاي كوما fill value بتساوي زيرو زي هيك. وبعدها بدنا نعمل transformation. فهنا imputed test بتساوي bd.data frame هذا الامبيوتر تبعي دوت فت ترانسفورم ونديله هذه البيانات. هذا البيانات يفترض انه اعملها قبل
تصير هنا وهذه بتصير. لو جربنا انه نخليها ديفولت ليش بيحتوي على missing value؟ still contain missing value. طب لو رجعنا الثاني انه زي هيك لا بده انه ريبليس بالمين، فبالتالي انه بدناش نعمل بوش ريديكت على الويب ما انا غيرتها هي غيرتها ماشي اوكي قصدك انه هذه هيك وهذا نرجعها عشان نفحص تمام زي هيك لا بده وين هو اللي عارفينه فوق صحيح بس انا عشان اديته باراميترز مختلفة بس لا انا بدي اجرب انا اعمل replace بكونستانت فاليو وانه انا اعمل ريبليس بالمين واشوف انا ايش اللي بده اياه بالضبط فاتضح انه اللي بده بالمين بيشتغل فبالتالي في حال انه بده المين ممكن تستخدم الامبيوتر اللي فوق وهو هذا الكلام الصح عشان نستبدله بالمين اللي تبع الترين فبالتالي هذا الكلام كله بده يصير زي هيك تمام والامبيوتر اللي فوق ايش كان اسمه my underscore computer computer وهنا بس ترانسفورم فبالتالي انه بياخذ المين اللي فوق هيك افضل هيك ريبريزنتيف اكثر من التريننج ديتا كيف final computer ايش اسمه الفاريبل؟ ماي ولا فاينل؟ في ناس بتحكي هيك وناس بتحكي هيو ما عارفه انا عندي ماي امبيوتر نستخدم اللي فوق لانه اللي فوق نطبقه على 36 واحنا عندنا 33 لازم نعمل امبيوتر لوحدنا لا لا اللي فوق احنا عاملينه على 36 نعم عندي بجيلك مش تحديد هذا عندي بشوف ايش اللي عندك يعني تمام فبدي ارجع الامبيوتر اللي كان عندي هذا تمام اسمه تيست امبيوتر وهنا هيك كله تمام ان شاء الله تمام
نعم هذا هذا عملنا دروب للثلاثة كولومز اللي فيهم ميسينج تمام قديش ضل عندي كانوا 36 صاروا 33 حاجيت بعد الدروب من ال 33 هذا برضو في عندي ميسينج فايش سويت انه هذا بيساوي هو نفسه هذا المتخزن في نفس الفاريبل انه عمل لي امبوتيشن فت ترانسفورم لهذا هاي هو نفسه هذا هاي زي هيك وضحت وضحت ماشي هيها شوي نشوفه طيب خلي هكذا اشوف السوليوشن بس انتم متاهين معايا ولا متابعين عارفين ايش اللي صار بالضبط حاجات فيت ترانسفورم خلص مثلا انه انت يعني اوبجكت جديد عملت له فيت ترانسفورم هي فبالتالي لو عرفت واحد تاني نفس القصة بالضبط فانت اذا عامل فيت ترانسفورم بقى ساعتها بزبط بروح بتطلع على البيانات انا كنت انا ايش بقول كنت بقول بدي اعمل ترانسفورم مباشرة انا بدي اخذ المين اللي من فوق وطبقه استخدمه هنا بس ما زبطش لانه دايمنشن مختلفة لانه انت بتكون اوريدي معرف انت عندك في السيل ونكون انت استدعيت الفت في الاول لو انت على البيشان بمشيش الوضع بس انت عشان لك على نوت بوك الرن السابق ضايل موجود عندك والفت اوريدي تم استدعائها عشان كده برين شيب لليش؟ هيا 33 خلاص هيك يا جماعة نشوف السوليوشن ما رجعتش الكولومز ايش؟ صحيح لانه هذا في البريدكشن ما بتهمنيش يعني انه انا بدي استخدمها انه في البريدكت حياخد بيانات وخلاص حياخد نفس الترتيب لو انه مثلا انا بدي استكشف البيانات او بدي اعملها فيجواليزيشن او بدي استخدم اسم اتريبيوت معين ساعتها بدي ممكن ارجعها فلو رجعتها هنا برضه بيكون فيش مشكله بتساوي دوت كولومز بس انا فعليا مش محتاجها محتاجها انه كديتا فريم انه لو بدي اعمل هيد لو بدي اعمل فيجواليزيشن انه بتكون انه المفيد تكون موجوده نعم حاجات انا ناخذ من الاكس ترين نفس القاعده هي كلها دوت كولومز اسمها اكس ترين ولا ترين اكس هي يفترض ان احنا البيست بدنا نستخدم البيست من البيست هذه نفس اسماء العامل لكن فعليا انا ما احتجتش الكولومز يعني في البرودكشن تبعتي فبالتالي انه يعني اوبشنال ستيب انه انت تخلي الكولومز تبعتك نعم بدك تعرف امبيوتر جديد يا اما بتعمل فيت ترانسفورم كيف التنين؟ طيب خليني اشوف هنا الحل قبل ما احنا انه نسلم عشان نتاكد انه الامور تمام وبعدين بلف عليكم اذا كان في حدا عنده خطا
طيب فاينل انبوت انت الفاينل جايبها من السوليوشن؟ لا بس انا كنت معرفتها فاينل. اه الفكرة في الموضوع ان احنا بنطبق امبيوتر ان انا في عندي ميسنج فاليو بنطبقه بس فبدنا امبيوتر جديد سماه فاينل امبيوتر. هذا الكود مش فل اللي حاطه فهنا بحكي لي انه اعمل بري بروسس للديس داتا انه هعمل هاندل الميسنج بامبيوتر جديد بس. كيف؟ ممكن الفاينل انه لا هو مش حاطط لك الحل كامل هو حاطط لك انه انت بدك تعمل بري بروسس هاي الخطوه بعديها اعمل بريدكشن في البري بروسس بدك تعمل تعرف امبيوتر جديد وتعمل ترانسفورم بتكون انت عاملها في خطوه سابقه يعني هاي الخطوه كيف يعني انت عندك الفاينل امبيوتر ممكن تقول له فيت هيك ما عملش ترانسفورميشن هيك حسب المتوسط تمام شايف السطر هذا هذا الفيت ما عملش ترانسفورم ما عملش استبدال بالفعل فقط حسب المتوسط بالضبط بعديها السطر هذا عشان هيك بقول لك الفيل كود مش موجود تمام فجيت بغض النظر عن الحل الفكرة في الموضوع انه احنا توصلنا انه احنا في عندي في ال 33 غير اللي احنا عملنا لهم دروب هما كانوا 36 غير اللي احنا عملنا لهم دروب في عندي لسه ميسنج بدي اعملهم هاندل بدك تعملهم هاندل بتعرفهم امبيوتر جديد بغض النظر عن اسمه فاينل اسمه تيست امبيوتر بغض النظر شو اسمه انا سميته اسم تاني مختلف تمام الكود هذا ليش؟ بتلاقيه في البروفايل تبعي واللي حسويه هنا انه انا حنزل كل النوت بوك وححطها على جيت هاب لسه حاطها بس هلقيت انا حتلاقيه بابليك على البروفايل تبعي يعني هلقيت هاي انه حعمل كوميت خلص ما فيش ضايل غير انه انا اسلم البيانات اسلم البريدكشن هاي كوميت ماشي بقى انا بدي انقلهم كلهم على الجيت هاب في حال انه انا ما شغلتش هذه السيل يفترض اني اشغلها قبل وبعديها بعمل كوميت هاي كانسل هاي هادي بتشغلها خلص البريدكشن بعديها هاي خلص لسه تفتح على البروفايل تبعي بتلاقي اسم الاكسرسايز اكسرسايز ميسنج فاليوز هاي بابليك قبل ما احطهم على الجيت هاب تمام هيك خلاص بكون انه اذا حدا لسه ضايل الكونسبت مش واضح ايش اللي صار معنا في هذا الاكسرسايز يحكي بوضح له المشكله بوضح كيف قديش صار؟ صحيح صحيح واضح ايش اللي صار بالضبط يا جماعة؟ انه 36 كيف صاروا 33 و 33 لسه فيهم ميسنج وعملنا لهم هاندل يا جماعة اللي في عنده ما يترددش في السؤال احنا يعني فري بنرد على كل الاسئلة يعني تردد انت تمام طيب خليني الف عليكم اذا في حدا عنده سؤال